فوز هذا عنده طعم شوية بعد التعادل اللي جبنا في مقرة. نظن بلي ما كناش خارج الإطار، درنا مقابلة كانت في القمة، لعبنا في ظروف استثنائية شوية، الرياح كانت قوية فريمون، ضيعنا عدة فرص، خلقنا الفرص هي ولا ما خلقناش فرص هي اللي بالك نقولوا بلي الفريق يدخلوا شك. على بالي خلقنا الفرص وعلى بالي بلي الفريق تاعنا يقدر يستدرك واش فاتوا، والحمد لله اليوم برهنا وجينا بالنية تاع الفوز وقدرنا نفوزوا الحمد لله، قدرنا نسجلوا 3 أهداف وكنا قادرين نسجلوا أهداف أخرى. نظن لك لاعبين مشكورين، يعني ماهيش سهلة تلعب بزوج مقابلات في ظرف قصير جدا. الحمد لله هذا الفوز هذا أكثر منه معنوي اللي راح يخلينا نحضروا مقابلة الثورة وإتحاد الأرسيما بأريحية. أون با لو جوا سي تلعب في ظرف قصير وزيد دوك دونك سان جون نزيدوا نلعبوا ضد الثورة. نعرفوا بلي الثورة ما لعب حتى مقابلة في هذا رمضان راهو الآخر، وحنا لعبنا زوج مقابلات ديجا في رمضان. كنا لازم نسيريو ديجا لو ريزولتا، كي شفنا فريمون ناسيري قدرنا نغيروا اللاعبين، سورتو اللي اللاعبين اللي كانوا بالبطاقات الصفراء اللي عندهم 3 غيرناهم وعطينا الفرصه كاع يعني دوطري جوار. مازال مقابلات نزيدوا نلعبوا لو 30 لو 4 لو 8 راح يكون مقابلات ماروطانيه، وحنا هنا بزوا كاع دو تو لي جوار تاعنا كسوسوا اللي ماهمش يلعبوا ولا يلعبوا، كاين دي جوار لي بليسي كي روفيان دو بليسير. احنا نسحقوا كاع اللاعبين وكما نقول لك العام طويل، واللي يحب الاخر يصبر يحب هذه لازم يصبر، وان شاء الله كل واحد يدي الحق تاعو ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى نكونفيرميو ان شاء الله في المقابله الجايه ضد الثوره ان شاء الله على قناعه. يعني اخترنا 5 جويه ولاعبين كما نقول لك زيتي يوناني باش يلعبوا في 5 جويه، ونعرفوا بلي احنا مرتاحين في هذا الملعب وين ادينا مقابلات ومباراه كبيره فيه. اللاعبين طلبوا باش الاخر هكذا وزيد اون بليس اللعب في الليل ماشي كيما اللعب على الساعه 4. ايه نحسوا باللي لا فريشور عند الجوار، لي جوار يزون دوموندي سا، وحنا تقبلنا هذا الاخر باش نرسيفيو الثوره بملعب 5 جويه. ولا نهار تخلي الشك زعما باش البطوله مازالها طويله، ولا لعبنا لزوج مقابلات المتاخرين راح تبقى 19 مقابله في العوده و19 مقابله في الاخر سي الفوا تري ريغولي ديجا. وحنا متفائلين ان شاء الله بعوده المصابين واللاعبين الجدد اللي راحين يندمجوا معنا ان شاء الله اللي يتكاليفيو باش يلعبوا في لافاس روتور. هكذا يكون عندنا التعداد ان شاء الله ويكون عندنا لو شوا ان شاء الله، وهكذا اون بو كيما نقول لك مام ولا لعبنا خميس وثلاثه نقدروا اشاك فوا نبدلوا ليكيب اللي راح تكون راح تلعب المقابلات. مباراه اليوم صافي ما كانت سهله، حنا كنا جايين اليوم ما كانش عندنا تقدر ابار نتيجه ايجابيه. الحمد لله صدق حنا كلاعبين اللي بالك ما دي ماتش نول اللي ديناهم لا صدر ما توجور قعدنا هذيك الروح تاع المجموعه الاراده تاعنا. اليوم جينا البرج باش نخمو باش نديرو نتيجه ايجابيه، الحمد لله شوف قال اللاعبين ساهموا في هذه النتيجه. احنا ان شاء الله هذه النتيجه تخلينا نزيدو نحضر مباراه اليوم جاينا، بالك حنقولوا المباراه حيكون اصعب من المباراه تاع اليوم. الحمد لله بالك اليوم قلنا احنا لاعبين بالك تحررنا مورالمون، بالك نقول احنا نحينا العقده اللي كانت عندنا ولا الديكليك. احنا ان شاء الله احنا زدنا نكملوا نخدموا ان شاء الله نحضروا مباراه اليوم جايين. ولاعب يعود من الاصابه وبالك احنا قلنا سجل به هي نقولوا مشاركه كاع صدر كاع المجموعه، احنا ما نقولوش العبد تاع بالك مانيش خدو سليمان ولا، من الحمد لله هي عبد تاع المجموعه ثم امام زملاء اليوم كاع كنا يد واحده راجل واحد في التيران. الحمد لله كيما سجلت اليوم غدا ان شاء الله نتمنى لاعبين اخرين يسجلوا الاهداف. احنا المهم تاعنا هي نتيجه ايجابيه وكاع اللاعبين يفرحوا ومهم تاعنا يفرحوا الانصار تاعنا. المقابله ما كانت سهله، وين الماتش اللي فات شغل يعتبر خساره، مي معليش هذا الماتش ان شاء الله شغل يخلينا لي ماتش الجاي ان شاء الله ديو ماتش الثوره والياسما وين نخدموا نكونوا الهاز ونزيد نخدموا الهاز ان شاء الله. ان شاء الله نكملوا هكا بهاد لي فيكتوار نونشيني ان شاء الله. صح تجي شويه صعيبه، مي الحمد لله عاونوني كاين لي جوار عاونوني ستاف ميديكال دايرين فيها كونفيونس وانا داير فيهم كونفيونس وين عاونوني بزاف واني روبروني الحمد لله.
وان شاء الله نقدموا الاحسن ان شاء الله في المباراه القادمه بشويه بشويه ان شاء الله نولي لا فورم تاعي ان شاء الله.